نكمل الجزء الثاني من الكيس، واتكلمنا ان الريكومنديشن بتاعتنا ككلينيكال فارماسيست وفصلتها، ده التشيك ليست اللي احنا بنشتغل بيها. واول حاجه هنشوف الدرج انتراكشن ما بين الادويه، الفيزيشن كتب العلاج بتاعه وهناخدهم واحده واحده. مفيش درج انتراكشن ما بين الادويه اللي بتتاخد، ده درج تشيكينج من الليكزي كوم. عملنا اناليسيز الانتراكشن ما لقيناش ولا انتراكشن. تمام، بعد كده الدوز ادجستمنت تو كوركت دوز، كل الدوزز وزين نورمال رينج او زي الريكومندد من الجايد لاينز. المريض مش محتاج دوز ادجستمنت لان رينال فانكشن نورمال، بس الهيباتيك فيه هيباتيك امبيرمنت. تمام، بس مش الادويه اللي بتتاخد مش محتاجه دوز ادجستمنت. سبيشال انستراكشن فور ادمنستريشن دي هنقولها للتمريض. تمام، تعالوا ناخدهم كده واحده واحده. المريض بياخد اندنسترون انترافينوس هيدروكلورايد، ده بياخدوا اي في انجكشن 4 مللي جرام دوز الامبول الواحد. التوصيه كانت للنيرسنج ان هو يتاخد على الاقل لو هو انترافينوس بوش على الاقل في 30 ثانيه، يعني من 2 ل 5 دقائق لما يجي يتحقن انترافينوس في بريفرال لاين. لو هيتعمل له ديليوشن تمام، لو الانجكشن ممكن تتاخد ان دايليوتد، ولو دايليوشن تمام وهديها انترميتنت انفيوجن، يعني هديه مثلا على فتره مثلا نص ساعه، هعمل لي دايليوشن الامبول الواحد في 50 مللي مع نورمال سالاين او ديكستروز، 50 مللي سالاين او 50 مللي ديكستروز. المعلومات دي معلومات زياده، لو الامبول اتفتح مثلا تمام لازم استعمله على طول. طب لو مش مفتوح، المفروض الامبول يبقى محطوط في الثلاجه او بره الثلاجه في درجه حراره الغرفه بس ما تزيدش عن 30، من 2 ل 30 درجه سليزيوس، ويبقى بعيد عن اللايت لانه هو فوتو سنسيتيف. بيبقى ستيبل عند الروم تمبريتشر في النورمال لايتنج تمام لمده 48 ساعه بعد الديليوشن، يعني لو عملت له ديليوشن يقعد في الروم تمبريتشر 48 ساعه. المانيفاكتشر ريكومنديشن بقى دي اهم حاجه. بيقول لك ان الحاجه الدايليوتد ما تقعدش اكتر من 24 ساعه تمام، وبعد ما تيجي تاخدها في خلال 24 ساعه لازم تعمل شيكينج كويس، ترجها كويس، لو حصل اي برسبتيت يحصل دوبال ليه. تمام، الريكومنديشن الثانيه اللي هي كانت موجوده في العلاج، الفيتامين كي هنا الفيزيشن كاتب انه يتاخد اي في تمام، بس في ملحوظه يا جماعه، الفورميوليشن اللي عندنا في المستشفى باسم امريكي دي ما تتاخدش الا اي ام تمام. فتروح انت تعمل ريكومنديشن للتمريض وتقول لهم ان الفيتامين كي يتاخد انترا ماسكولار انجكشن. في فورميوليشن ثانيه موجوده في السوق تحت عنوان او تحت اسم فيتوفيت او كوناكيون، تنفع انترا ماسكولار او انترا فينوس، انما الامريكي اللي موجود عندنا في المستشفى ما ينفعش يتاخد الا انترا ماسكولار انجكشن. ماشي، ده كان اول يوم، مفيش كونترا انديكيشن موجوده لاعطاء الادويه، مفيش ميديكيشن وزاوت انديكيشن، مفيش انديكيشن وزاوت ميديكيشن موجوده. بعد شويه هنلاقي انديكيشن وزاوت ميديكيشن وهنوصي بعلاج تاني. مفيش ثيرابيوتيك دوبليكيشن، يعني في ستريس ألسر بروفلكسز الراجل الفيزيشن كاتب له بي بي اي، لو كتب معاه اتش 2 بلوكر نقول له وقف واحد من الاثنين. تمام، تاني يوم لما مر على المريض الفيزيشن لقيناه كونشوس، البلاد بريشر بعد ما كان 90 60 بقى 110 70، اتحسن بعد ما اخذ المريض الفلويدز. البلس 80 نزل شويه بعد ما كان فيه تاكي ب 80، اتحسن شويه. الجوند زي ما هي موجوده، مفيش لور لمب اديما. الشيست زي ما هو كلينيكالي فري، الابدومين كلينيكالي فري، وكاتب ان البيشنت فور فولو اب ليفر فانكشن تيست. طالما لقيت الليفر كيمستري عاليه لازم اعمل فولو اب باستمرار للليفر فانكشن تيست. تمام، ده تاني يوم. اول يوم كان دي النوتس او الاوبجكتيفز،
تاني يوم هم دول تمام، بس الحاجات دي مش مكتوبة، يبقى هي هي زي ما هي. يعني لو في ما فيش لور لمب ايديما والجندي زي ما هي موجودة ما بتتكتبش تمام، يعني كأنها كما سبق. الليفر فانكشن، الالكالين فوسفاتيز رجع نورمال، الانزيمز يوم 28 نزلت شوية تمام، البيلروبين قالت حاجة بسيطة ككونسيكونس ان الانجر اللي حصل، بس الانزيمز بدأت تنزل. ادي تاني يوم الريجيمن هو هو بتاع اول يوم، مفيش اي اختلاف تمام. حد عنده اي ريكومنديشن يا زملائنا الكلينيكال فارماسيست؟ تالت يوم بقى البيشنت زي ما هو برضو كونشوس، البالس 100، البلد بريشر 110 70، البالس برضو 80، الامور ستيبل، في جوندس ما فيش لور لمب ايديما، الشيست والابدومين كلينيكال فري. بدانا نعمل فلو اب بقى للليفر فانكشن والبليتلت، لان البليتلت في اول يوم كانت واقعه، كانت كام حد فاكر؟ ايه يا جماعة؟ كانت كام البليتلت؟ حد يقدر يقول لي؟ كانت 90. فهنتابع البليتلت كاونت. ادي البروثرومبين تايم وكونسنتريشن امبيرد والاي ان ار امبيرد. اول يوم في التايم لاين اهو، ده كيرف بيبين بروثرومبين تايم، لو دوست على كل واحده منهم هيطلع لي كيرف ليها، ده الكيرف بتاع البروثرومبين تايم بتاع اول واحده، مع الوقت بدأ يتحسن. ايه الريكومنديشن اللي ممكن اعملها هنا؟ انتوا عارفينها مكتوبه في العلاج، الاي ان ار 1.44. واحد واربعة واربعين فيتامين كي يا دكتور مازن تمام، المغنيسيوم نورمال، اي حاجة اب نورمال يا دكتور ليه بليتلت فلو اب؟ طيب اي حاجة اب نورمال في اول يوم احنا لقينا البليتلت كام؟ abnormal، طالما abnormal يبقى الحاجة لازم نتابعها تمام. والمغنيسيوم كان اتسحب بس اتأخر شوية، ده البلان العلاج هو هو مفيش تغيير، لأن لسه الليفر كيمستري بتنزل ببطء، وكنا خايفين من المريض يقلب فالمنت. كنت بتكلم مع حد من زمايلنا الفيزيشنز بقول لي الدنيا، قالت لي الليفر كيمستري بتنزل ببطء شديد، لما بصيت عليها لقيتها بتنزل ببطء، فكنا خايفين يدخل في الفالمينيتنج، عشان كده كنا بندي الريجيم بتاع الانكفالوباسي تمام. اليوم الرابع الانزيمز بدأت تنزل بس البلوروبين بتعلى، طب ليه؟ لان دي كونسيكونس من الانجر اللي حصلت، هتفضل تعلى تعلى وبعد كده تبدا تنزل تاني تمام.
ريكومنديشن هو هو اورسي ديوكسي كوليك اسيد عشان البلوربين العاليه. والانزيمز دي ممكن ندي ليفر سبورت وندي انتي اوكسيدنت. البليتلت لما عملنا لها فولو اب بدات تتظبط، معناه ان المريض بدا يتحسن والفانكشن بتاعت الليفر بدات تتحسن. تمام. اليوريا والكريات سحبناهم تاني. ليه سحبتهم؟ لان وارد المريض يدخل مني في ليفر سيل فيلير وهيباتو رينال. تمام. فلازم اتابع الرينال كيمستري زي ما بتابع الكواجوليشن فاكتورز، او زي ما بتابع برضو او اتابع اللي هو الكواجوليشن بتاعه بالكواجوليشن بروفايل اللي هو البروثرومبين تايم كونسنتريشن، وزي برضو ما هتابع الكونشوسنس ليفل بتاع المريض عشان ما يدخلش مني في انكفالوباسي. الالكترولايتس سحبتها برضو، الصوديوم نورمال، بس البوتاسيوم عندي وقع. حد يقول لي وقع ليه البوتاسيوم؟ دكتورة ياسمين قالت ملحوظة حلوة، ديكستروز. أنا هفسر هي قالت ديكستروز ليه. لأن الديكستروز بيدخل الجسم بيطلع إنسولين، الإنسولين بيعمل شيفتنج للبوتاسيوم للإنتراسيلولار سبيس يدخله جوه، فيعمل هايبوكاليميا، يقلل البوتاسيوم في السيروم. بس ده مش هو التفسير، مش دي كمية الديكستروز اللي تقلل البوتاسيوم، مش سيجنيفيكانت. ما هو بياخد اورال انتيك ممكن في البيت. الفوميتنج بالظبط، الفوميتنج هو اللي ضيع لي البوتاسيوم. البوتاسيوم اهو كان نورمال، وقع بعد ما عملنا كوركشن طلع تاني. طيب 2 و8 ممكن ندي بوتاسيوم ايه بقى، اورال ولا انترافينوس؟ يلا كده يا جماعه، ندي اورال بوتاسيوم ولا انترافينوس؟ فين البراكتس بقى؟ مش هستنى كتير، يلا قولوا لي اورال ولا اي في ديو تو فوميتنج. طب تعالوا نشوف ايه اللي حصل، هنشوف ايه اللي حصل. اضاف له بوتاسيوم سيرب، الريجيمن هو هو مفيش تغيير، بس اتضاف بوتاسيوم سيرو، ده اللي جد على الحاله عشان هايبوكاليميا. البوتاسيوم هنا فوق الاثنين ونص انا بدي، ممكن ادي اورال، وفي اماكن قالت فوق الثلاثه تدي اورال. تمام. بس انا عندي هنا عقبه، الفوميتنج كان تتوريت الاورال انتيك ده بالعافيه، بياخد الاورال الاورسيدوكسيكوليك اسيد بشويه ميه صغيرين، والبوتاسيوم سيرب ده بيعمل جاستريك اريتيشن فممكن يزود الفوميتنج. فخد الريكومنديشن بقى، الانديكيشن وزود الميديكيشن. دي كانت الريكومنديشن بتاعتي انا، اي في بوتاسيوم كلورايد ريكومندد انستيد اوف اورال بوتاسيوم سيرب، بيكون سيرم بوتاسيوم ليفل بلو 3، لان احنا هنا بنمشيه فوق الثلاثة بندي اورال، وهو البوتاسيوم اقل من 3 فهندي اي في. ده اول سبب ان هو فوق اقل من 3. تاني سبب ان البيشنت كان تولوريت اورال ثيرابي بيكوز اوف فوميتنج او بيكوز اوف بروتراكتنج فوميتنج. هنحسب الديفيسيت، الديفيسيت ايكوال 80 مللي ايكوفالنت. هنحسبه ازاي؟ احنا بنضرب السيرم بوتاسيوم ليفل 2.8 في 4/10 في وزن المريض. تمام. هيطلع لك كم ملي ايكوفالنت؟ 3 تقريبا، 29 ملي ايكوفالنت، يعني 3 امبول، الامبول 10 ملي ايكوفالنت. هنضيف بقى قد ايه الريكوايرمنت، وزن المريض اللي هو كان 50، هندي كل واحد كيلو جرام 1 ملي ايكوفالنت، 50 يعني 50 ملي ايكوفالنت زائد ال 30 اللي هي 29 دي، يبقى 80 ملي ايكوفالنت. ده الديفيسيت اللي انا كنت حاسبه، يعني 8 امبول. بس هنعمل سلو كوركشن، مش هنعمله مرة واحدة. تمام. لأن مفيش أي تشينجز على المريض أو مفيش أي مشكلة حاصلة. تمام. هندي 2 أمبول أوف 10 ملي إيكوفالنت، كل أمبول 10 ملي إيكوفالنت يعني 20، 3 مرات في اليوم لمدة يوم،
وبعد كده فولو اب السيرم بوتاسيوم. طب حد هيقول لي 2 امبول 3 مرات يعني 6 امبولات يعني 60 مللي ايكوفالنت، وانت بتقول 80 يعني 60 في اول يوم وبعد كده تسحب بوتاسيوم، انت ما اديتش ال 80 كاملين. ما انا هقول لك احيانا نص الديفيسيت بيعمل فول كوركشن، يعني مش كل ال 80 تعمل لك فول كوركشن، لا ممكن اقل من ال 80 يعمل فول كوركشن، فانت بتسحب السيرم بوتاسيوم ليفل تشوف هتكمل ولا لا. تمام؟ مش احنا قلنا لما يكون البوتاسيوم بتاعك من 2.5 ل 3 تعمل مونيتور بوتاسيوم كلوزلي، حد درس البورد؟ من 3 ل 3.5 ريتشيك، من 2.5 ل 3 مونيتور كلوزلي، من 2 ل 2.5 كونسيدر اي سي جي مونيتورنج، اقل من 2 ريكواير اي سي جي مونيتورنج وانت بتعمل كوركشن. ففي الحاله دي ادينا 60 مللي ايكوفالنت. تمام، ده كانت الريكومنديشن. هنشوف ايه اللي حصل مع المريض. يعني ادينا 3 6 امبولات مش 8 اول يوم على 3 مرات في اليوم، تمام، وبعد كده سحبنا البوتاسيوم. هنروح للتمريض بقى، هنقول لهم الاثنين الامبول وفي كل امبول 10 مللي ايكوفالنت يتعمل دايليوشن على 200 مللي رينجر سوليوشن وانفيوزد بريفرال. اثنين امبول ينفعوا يتاخدوا بريفرال عادي طالما عملت لهم دايليوشن كل امبول على 100 مللي. تمام، حد عنده سؤال؟ كل ده ايفيدنس بيست من انجكتابل دراج جايد، الجهارت انجكتابل دراج، من الليكسي، من الجايد لاينز. تمام، في اليوم الخامس بقى بعد ما عملت التوصيه للكوركشن بتاع البوتاسيوم وادي التحليل بتاعت اليوم، وخليكم فاكرين ان احنا لسه بنعمل كوركشن للبوتاسيوم، بصوا من التايم وكونسنتريشن وهي النقره تصلح بقى كويس، بقى كويس مع الفيتامين كي، ظبط لي الكواجريشن بروفايل شويه. تمام، وادي شايفين الكيرف بتاع البروشروم من تايم مع مرور الوقت بدا يتصلح. تمام، الريجيمن هو هو مفيش اختلاف. البوتاسيوم كلورايد امبول انا وصيت 2 في 3 تاخد اي في، واتاخد بالفعل علامه صح دي معناها انه اتاخد. الرينجر سوليوشن كان نص لتر اون ديماند عشان بس يتصرف من المستشفى ويتاخد منه 200 مللي ويتحطوا مع 2 امبول 3 مرات في اليوم 200 و200 و200. تمام، فاون ديماند الرينجر مجرد بس ديليوانت هنا. تمام، اليوم السادس بقى الانزيمز بدات تقل والبلوروبين يعني شويه، الالكالين فوسفاتيز عالي حاجه بسيطه، لسه ما زالت الليفر فانكشن فلكتويتنج، انا مجرد ان بدي سبورت تريتمنت وبتابع. تمام، البوتاسيوم اتصلح والامور بقت تمام في اليوم اللي بعده. تمام، بوتاسيوم اهو بعد ما وقع اتصلح، كتب له اورال قلت له لا اقلب انترافينوس والبوتاسيوم اتصلح. اتفضل يا دكتور او دكتوره، جالاكسي جي 7 مين حضرتك او مين حضرتك؟ اتفضلي او اتفضل اسال براحتكم. ليه ما استخدمناش الفلويد اللي معانا؟ دكتوره وفاء، استعملناش الفلويد مع البوتاسيوم؟ مش هتفرق، مفيهاش حاجة. كل ده عبارة عن شغلك تكنيكال. يعني ايه تكنيكال؟ أنا عندي نص لتر نص لتر صدايين متعلق ولا نص لتر جلوكوز، بدل ما أقول للمريض أحط 2 أمبول بوتاسيوم عليه وتنسى والكلام من ده، طب ما أنا ممكن أعمل حاجة، أجيب سلو ست كحاجة منفصلة عشان يبقى ريجيمن أو ميديكيشن منفصل يتاخد لوحده يبقى معروف يتاخد ولا لأ. كل ده مجرد بس ايه، شغل براكتس مش هيأثر. المينتيننس بوتاسيوم باي 40 اور 30
طيب انا هقول لك حاجه يا دكتور، البوتاسيوم وقع بسبب الفوميتنج، تمام؟ الفوميتنج اللي حصل في الايام اللي فاتت، وهوب لقيت البوتاسيوم وقع مني، بس انا اديت انتي ايميتك، تمام؟ الانتي ايميتك ده وقف الفوميتنج، وهتلاقي دلوقتي الاندانسيترون بقى اون ديماند، الانتي ايميتك ما بقاش ريجيمين عادي، بقى عنده اللزوم بس، تمام؟ فانت دلوقتي طالما الفوميتنج واقف تدي مينتيننس ليه الكترولايتس، طالما الاورال انتيك كويس وقفنا البوتاسيوم والريجيمين زي ما هو، خلاص البوتاسيوم واقف عشان الامور اتصلحت بتاعت الهايبوكاليميا. اليوم السابع برضو بنتابع البروثرومبين تايم وكونسنتريشن واي ان ار، لازم اتابعه برضو عشان ما يحصلش فالمينيتنج مني من غير ما ابقى حاسس. بص يا دكتور مازن، الاندانسيترون بقى اون ديماند اهو، ما يا دكتور المريض جايب اكيوت هيباتايتس بروتراكتنج فوميتنج، فانا بديك كنت كل 4 ساعات عشان اعمل كنترول كامل للفوميتنج. الدوز ما فيهاش مشكله، الدوز ما فيهاش مشكله، طالما الدوز وزن نورمال رينج ما فيش مشكله، تمام؟ فيزيشن شايف ان الفوميتنج شديد عايز يدي دوز عاليه، الميتوكلوبراميد ليه قد ايه اصلا؟ مش ليه ما اديهوش؟ بيعمل اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز، وك ك كبوتنسي مثلا او ككنترول للفوميتنج الاوندانسيترون احسن بكتير من الميتوكلوبراميد. الميتوكلوبراميد بيعمل اكسترا بيراميدال مانيفستيشن سخيفه جدا، وبيعمل سايد افكتس. ليه انا ما اخدش الحاجه المور سيف والحاجه الافضل والاحسن؟ تمام. بعد ما البرثوم التايم واي النار اتصلح، فيتامين كي بيتاخد، رحت اديت ريكومنديشن ذا موست افيلابل؟ لا يا دكتور. هو ممكن الموست افيلابل، بس انا دلوقتي عندي بروتراكتنج فوميتنج، ومن البراكتس حتى لو استعملنا الميتوكلوبراميد مش هيعمل كنترول، بس البراكتس بتفرق شويه. الجايد لاين قالت لك ابدا بالميتوكلوبراميد، ممكن يصلح معايا بس الفوميتنج هيفضل مستمر. انا اشتغل على طول على الفوميتنج ريسبتورز اللي في البرين او الفوميتنج سنتر، واريح الدنيا من الاول، تمام؟ ودي حاجه ما تديش سايد افكتس. هنا بقى الريكومنديشن ان اللي اديتها للفيزيشن ان هو يعمل ديس كونتينويشن للفيتامين كي ثيرابي، لان البروثرومين تايم واي ان ار وذ نورمال ليميت او وذ نورمال ليميت، تمام؟ صلح، تمام. اليوم الثامن البيشنت كونشوس، البلاد بريشر 120 80 اتظبط خالص، البالس 80، جوندس ما زالت موجوده، والباقي نورمال، ما فيش لور لمب إديمة، الشيست والابدومين كلينيكال فري. الريجيمين بتاعه اتوقف البوتاسيوم، الاندانسترون برضو مكتوب بس اون ديماند. يعني ايه اون ديماند؟ يعني لو رجع يتاخد هو بينزل بس في الروشته عشان يبقى موجود عند اللزوم، لكن مش لكن لو حصل فوميتنج بنديه، تمام؟ والفلويدز كسبورت واللي هي الستريس السر بروفلاكسز، والريجيم بتاع الانكفالوباسي والاستالسيستاين، تمام؟ اليوم العاشر بقى، اليوم التاسع كان زي العاشر، بس يوم التايم اي ان ار طبيعي، تمام؟ البلوروبين بدات تنزل والانزيمز تحسنت خالص، تمام؟ البلوروبين نزلت اهي من 87 بقت هتنزل تاني، هي دلوقتي 87 يوم 6/5، تمام؟ انا ما عليا غير ان اعمل مونيتورنج للليفر فانكشن والريجيمين زي ما هو، تمام؟ مفيش تغيير. في الحاله دي بقى الليفر فانكشن اتظبطت، تمام؟ برسوم التايم اتظبط، يعني مفيش مشكلة في الليفر فانكشن. الو سامعيني يا جماعة؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ صوت واضح يا دكاترة؟ طب اللي صوت واضح عنده يقول اوكي.
اللي الصوت واضح عنده ويقوله اوكي. تمام. طالما البرسومنت تايم وكونسنتريشن نورماليز ده معناه ايه؟ ان الفانكشن بتاعت الليفر كويسه. تمام؟ الفانكشن نفسها بيقطع يبقى مشكله عندك يا دكتور مازن. يا جماعه الصوت واضح عندكم؟ دكتوره وفاء، دكتوره مياده، دكتوره ياسمين، صوت واضح؟ مش واضح؟ الو، بيقطع بداية من اليوم الثامن. طيب اليوم الثامن واضح؟ طيب الصوت يا جماعة قولوا لي دلوقتي الصوت واضح، اكتبوا لي واحد. طيب بيقطع، تمام كده؟ طيب نكمل. في اليوم الثامن فحص المريض كان كونشوس والبلاد بريشر 120 80 والبالس 80. تمام؟ وفي جوندس، مفيش لور لمب ايديما، الشيست كلينيكال فري والهارت كلينيكال فري. يبقى العيب ان حضراتكم بره مصر يا دكتوره ياسمين ودكتور مازن. تمام يا جماعه، والشيست كلينيكال فري والابدومن كلينيكال فري. تمام. الريجيمين زي ما هو. في اليوم العاشر بقى، اليوم التاسع زي اليوم الثامن، مفيش جديد، ما سحبناش تحاليل ولا اي حاجه. اليوم العاشر الفانكشن بتاعت الليفر اتظبطت، وده يدل عليها البروثرومبين تايم كونسنتريشن، دي ماركر بتاعت السينسيتك فانكشن. تمام. والكيمستري ما اتظبطتش قوي بس اتحسنت، بالنسبه لي اتحسنت، مجرد وقت هترجع طبيعيه. الحاله دي المريض بقى ستيبل وينفع نخرجه. تمام، ينفع نعمل له ديستشارج. فالمريض اخر يوم اليوم العاشر كان الريجيمين كده، وعملنا له ديستشارج. وادي الديستشارج شيت، دي بيانات المريض وبيانات الفيزيشن، وهنا برضو امضاءاته. كتبنا كل الداتا بتاعت المريض، الهيستوري بتاع البريزنت إلنس زي ما قلناه، كتبنا الجنرال اكزامينيشن، البالس والبلاد بريشر والتمبريتشر، الابدومينال اكزامينيشن، الشيست اكزامينيشن، الكاردياك اكزامينيشن. تمام. الدياجنوزس اكيوت هيباتيتس، التريتمنت في المستشفى كانت دي زي ما قلناها. تمام. سيرج شيت بيبقى فيه كل حاجه حصلت للمريض، ده شيت بنطبعه للمريض وياخده في ايده ويمشي بيه ويجي يتابع، ودي التحاليل بتاعته اثناء وجوده في المستشفى، ده الليفر فانكشن، البروثرومبين تايم واي ان ار، البلاد جلوكوز، الرينال فانكشن، دي الماركرز كانت عامله ازاي. تمام. والابدومين الترا ساوند، مفيش اسيتيك فلود ستادي، مفيش اندوسكوبي، مفيش اي ايمجنج ستادي. اكيوت هيباتيتس اتش اي في اي جي ام بوزيتيف، ده الفاينل دايجنوزيس، وقلنا له تيجي متابعه مع عياده الجهاز الهضمي بعد اسبوع ايام الاحد والثلاث والخميس عشان يعمل وظائف كبد وزمن وتركيز تجلط الدم بالثرومبين تايم كونسنتريشن، ويوصى بالراحه التامه والتغذيه الجيده. اخذ ايه وهو خارج؟ ادينا له قرص ديوكسيكوليك اسيد لان الصفره كانت عاليه، وادينا له زنتاك عشان يحسن الجاسترو انتستاينال ديسكومفورت وما يحصلش جاستريك ابسيد. بس مفيش حاجه تاني، ادينا له اتش تو بلوكر مع اورثوديكسيكوليك اسيد. بعد ما خرج بثلاث ايام جالنا العيادات الخارجيه، عملنا له فولو اب ليفر فانكشن تيست بعد ثلاث ايام في الاوت بيشنت كلينيك. تمام. المريض يوم 13/5 جالنا، كان ان هو كيس اوف اكيوت هيباتيتس فور فولو اب ليفر فانكشن، جه بس عشان يتابع وظائف الكبد، لان وظائف الكبد كده. تمام. البلوروبين نزلت تاني، كانت 87 نزلت، الانزيمز اهي بتنزل. تمام. بالنسبه لنا ده حاجه كويسه. تمام.
والبروثرومبين تايم وكونسنتريشن واي ان ار كويس، ده يعبر ان الفانكشن كويسه، انما ده يعبر ان الانجري ما زالت بتتصلح تمام، او دي الانزيمز اللي طلعتها الخلايا اللي حصلت لها انجري تمام. حد عنده سؤال يا جماعه؟ مريض خرج ورجع لنا تاني وظبطنا له الدنيا. حد عنده سؤال يا جماعه دكاتره؟ صوت مش واضح ولا ايه؟ النيوتريشن ريكومنديشن يا دكتور مازن، المريض اصلا هو بالنسبه لنا كده هيلسي، ياكل اي حاجه، مش ممنوع عنه اي حاجه، هو ولا سرتك عشان نمنع عنه نعمل له فلويد ريستريكشن وسولت ريستريكشن تمام، ولا عنده كرونيك هيباتيتس عشان نمنع عنه الفات او الفات دايت، ما هو يعمل فولو اب تاني، فولو اب تاني، بس ده كان الفولو اب اللي عمله، هو لو كان كمل عليها اسبوع تاني كفايه، طالما الليفر فانكشن نورماليزد خلاص الانجري بالنسبه لنا تقريبا اتصلحت، الفانكشن ظبطت خلاص، والانجري يعني شويه الانزيمز العاليين دول معناها ان الانجري ده ما تبقى من الانجري، لو عمل كان بعدها بكام يوم ليفر فانكشن تمام كانت الامور اتظبطت خالص. هو اكيد تابع بره مع برايفت كلينيك، بس دي شكل الكيس حتى بعد ما رجعت بعد 3 ايام العيادات الخارجيه. حد عنده سؤال تاني يا دكاتره؟ مالكم رمضان مخليكم نايمين كده ليه؟ مش عاجبني خالص. طيب على اوردن السكيل من 1 لـ10 مدى فهمكم للكيس واستيعابكم ليها، وهل حسيتوا ان هي شيقه مثلا وحسيتوا ان كنتوا استفدتوا وكانكم معايا في المستشفى؟ دكتوره وفاء 10 I know up to 2 months. دكتوره مياد 10 up to 2 months على ايه يا دكتوره ياسمين؟ الليفر فانكشن مفيش مشكلة، بس احنا هنا تابعناه بعد، قلنا له تعالى بعد اسبوع، جه بعد 3 ايام عمل ليفر فانكشن، بالتأكيد عملها تاني بره وتابع تمام. احنا ادينا له الريكومنديشن هنا، كون ان هو يبقى اوير او كومبلينت ان هو سيك الميديكال ادفايس او الميديكال كير، دي حاجة بتكون راجعة للمريض نفسه، ممكن يجي او ممكن ما يجيش، بس هو بالنسبه لنا الحاله بقت ستيبل وتتخرج. جريت ريال براكتس ثانك يو. طيب يا دكتوره ياسمين يا دكتور مازن على اوردينال سكيل من 1 لـ10 اوردينال سكيل، دكتوره ياسمين أكيد يعني 10 خير إن شاء الله. طيب يا جماعة أتمنى تكونوا استفدتوا وانبسطتوا كمان، ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. حد عنده أي سؤال قبل ما أختم؟ رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، ونلتقي يوم الجمعة مع الهيباتيتس بي فيروس، وده محتاج تركيز من الأول لانه تقيل جدا 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 بالنسبه لي، تقيل ورخم، فمحتاج تركيز ومحتاج حضور تمام. وخيرا جزاك يا دكتور وفاء، وبارك فيك دكتور مازن. يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 9
بإذن الله. ربنا يوفقكم يا جماعة، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام رخم أشوف وشك بخير ليه بس يا دكتور مازن؟ بالعكس، الحاجة الرخمة نقراها ونفهمها عشان ما تبقاش رخمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة.